السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وعدتكم إن أنا هطلع لايف من شركة كارمينا بالشغل الجديد، ودايماً زي ما بقول لكم الشغل بيبقى نازل من الفرن أهو. أنا في المصنع دلوقتي أهو، الشغل لسه أول حاجة، محدش شافه، أنتوا أول حد هيشوف الشغل الجديد بتاع كارمينا. لو سمحتوا عاوز الآراء وعاوز التفاعلات بتاعتكم، تقولوا لي رأيكم إيه بصراحة وأنا في الشركة. والنهاردة معايا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الأستاذ ممدوح والأستاذ جورج، تقولوا لي رايكم في الشغل ايه بالظبط، وهبتدي اتكلم عن حته شغل حته حته. بس انا محتاج يا جماعه الاراء عشان ما احسش ان انا بتكلم مع نفسي، لو سمحتوا بعد اذنكم محتاج رايكم ضروري ضروري ضروري. الشغل انا هلف عليه الاول كده حاجه حاجه، وبعد كده ارجع اتكلم زي ما انتم متعودين مني ان انا هتكلم الاول على الشغل كمجمل، وبعد كده هنمسك حته حته نبتدي ايه نفصل فيها بالتفصيل الممل. يعني النهاردة حاجات جديدة اول حد هيشوفها هو انتو، محدش شاف الكلام ده قبل كده غيركم اهو. انا بحاول اجيب حتة حتة تفصيل تفصيل. محتاج يا احمد انك تقولي لو في اي تعليقات طالعة قدامك، لو سمحت بعد اذنك تقولي التعليقات اللي طالعة قدامك، اي حد عاوز حاجة عشان اجاوبه بالتفصيل الممل. ولا مفيش حد لسه كل وقت غدا دلوقتي بيتغدى؟ تتغدى يا جماعه؟ طب اللي بيتغدى يقول لنا بيتغدى ايه لو سمحت. طبعا تميز غير عادي بتمتاز بيه الشركه الرائعه كارمينا، وبقول كده مش عشان انا في الشركه، اما انا بقول لكم كده وانا في المحل، عشان الشغل جميل جدا جدا جدا. شايف الناس بدات تقول اهو ما شاء الله انا اكتر اهو. لا يا احمد، لا هتقول لي الكلام اللي بيتقال، انا هشوف حد غيرك على طول كده وش قدام الناس. ماشي، لو سمحت قول لي التعليقات اللي طالعه عندك، قول لي الناس بتقول ايه، زعلانين من الشغل ماشي، مبسوطين من الشغل تقول لي، تكلمني. مبسوطين؟ طب انت ما... انت اللي ما... انت اللي مش مبسوط بقى كده شكلك. ابص كده انا اشوف، مسك الختام ما شاء الله. مساء الفل يا استاذ سامح، مساء الفل يا استاذه ساره. بص يا جماعه انا هلف كده تحفه، ربنا يبارك لك يا رب. تورينا يا فندم، سعداء بمتابعتك، انا اللي سعيد بيكو. سلسله الحمصه موجوده، موجوده دلوقتي هطلعها لكم. بس انا عاوز اطلع من بره شويه كده اللايف، او اطلع من بره الكادر واخش لكم كده عدل. انا اللي هخش عدل بقى على الشغل كده. اول حاجه يا جماعه هتكلم عنها النهارده الاسوره البابجي من جديد، لو سمحتوا قولوا لي ايه رايكم، ايه رايكم في الاسوره النهارده؟ انا جبتها لكم، انتوا طلبتوها طبعا، ايه الناس اللي طالبين البابجي كويس. اللي حجر الملاكايد والحجر الفيروز، عاوز اعرف الطقم الفيرزاتشي، طقم الفيرزاتشي هتكلم عليه حته حته، احسن محل ده في مصر، ربنا يخليك اماني. انا اللي سعيد بمتابعتكم قوي قوي قوي، وسعيد ان انتوا سبتوا الاكل ودلوقتي شغالين معايا. انا عايشه في امريكا وشغلكم حلو قوي قوي. بتجري الصوره، ربنا يخليكي. لايف نسيب اللي ورانا، شكرا يا ساره، ربنا يخليك يا رب. ابدا بالخواتم، حاضر هبدا بالخواتم، حاضر. ما انتوا كل حد بقى لا ارسوا على حل خواتم ولا الاساور البابجي الخواتم، تمام. بصوا ادي اول حاجه، بصراحه انا من الصعيد، ازاي اوصل يا جماعه كرمينا؟ في روحها في الصعيد كتيره، وهنقول لشركه كرمينا تقول لنا الحاجات دي في طقم الفرزاتشي. الله الله الله، لا بالراحه عليا شويه عشان مش هقدر ارد على كل ده. الاسوره بتاعك كرمينا من فضلك يا استاذ سامح، جبتها لك اهو، ما شاء الله اجمل شغل واحسن ناس، كفايه الاسوره الحمصه ثلاث ادوار. ايه يا استاذ جورج؟ لا انت تطلع معايا في الكادر يا استاذ جورج، مش هينفع ان انت تقعد تضحك بس. يا خواجه ممدوح، بص انا مش لاقي على التعليقات ولسه ما عملتش حاجه. تمام. اوامر حاج سامح. طيب متابعك من الهرم من زمان، ماشي اوكي. انا عاوز اتكلم دلوقتي الاول عشان ايه ما اضيعش الوقت، وانتوا علقوا يا جماعه وانا هرد على التعليقات كلها. انا دلوقتي معايا الخواتم دي اهي زي ما انتوا شايفينها، وهبتدي بالخاتم الفرزاتشي ده. شايفين الخاتم عامل ازاي؟ شايفين الجمال ده؟ تقسيم الفصوص ده ما حدش قسمه قبل كده. تابع ومبطل حاجه ثانيه، وكل ده هولو. بصي للخاتم، هتقولي لي الخاتم ده بقى المفروض انا شايفه ان هو يبقى 6 7 جرام. عارفه الخاتم ده وزنه قد ايه؟ والله ما هتصدقي، والله ما هتصدقي. الخاتم 4 جرام و35 مللي، خاتم في الصباع. معيش حد من البنات النهارده، هجيبهم بعد كده عشان تشوف الخاتم في الصباع بيبقى عامل ازاي.
4 جرام و35 مللي الخاتم ده، هل تتصدقي ده 4 جرام وبيرجع ببصوصه وراس الفيرجاتشي العاليه ورسمه الفيرجاتشي. وخلي بالك بقى جاي مقسم الفصوص ازاي، اهو اخضر واحمر وازرق واسود، الاربع الوان داخلين في الخاتم تحفه. وجي بعد كده ما هو ما صبرش علينا بقى الخواجه ممدوح، مش بيدينا فرصه نتنفس، والله والله ما بتدينا فرصه نتنفس. بصي عمل الاخضر وقام عامل الاحمر تاني. يا جماعه الراجل ده راجل محترف، اقسم بالله محترف صناعه الذهب في مصر. الله يبرع، الله يبارك لك، الله يبارك لك. وجي بعد كده قال لي طب ما هو الناس عاوزه التقيل، اعمل لهم التقيل. راح عامل لك الخاتم التقيل الهول المبطن. اتفرجي اتفرجي، بصي بصي الخاتم عامل ازاي. انا عاوزك تاخدي بالك من تقسيم الذهب عمل ازاي، عمل ازاي التقسيم ده. يا جماعه بعد اذنكم عاوزين حد يرد على الناس ويقول كل حاجه لو سمحتوا، اللي معايا على الصفحه اللي متابعيني في المحل عندي وفي المعرض ومكتب اللي بيرد على الناس، لو سمحتوا ردوا على الناس لو سمحتوا. شايفين بص التقسيم، بص الخاتم عامل ازاي من ورا، كل الحجم ده. ده بص الخاتم حجمه قد ايه، ده واكل نص صباع. انا عارفه كل الحجم ده بالمنظر ده 10 جرام. الاسوار البابجي يا جماعه من 16 جرام ل 22 جرام، من 16 ل 22 جرام. وتحدي ومش موجوده عند حد غير في شركه كيرمينا او شركه القدس في المطريه، بس عشان ما تتعبيش نفسك وتلفي وتدوري عليها، مش موجوده حضرتك. لا اما تيجي هنا شركه كيرمينا في العبور وممكن يبيعوها لك وممكن يقولوا لك روح عند سامح في القدس. ولا يا جورج ربنا يبارك لك يا خواجه، ربنا يحرمني منك. في حاجه عاوز اقولها لكم بقى سمحتوا، هنقف دلوقتي كلنا نقول راينا في اللطقم دي. انا بقول لهم حلوه وهم عاوزين يعني ايه رايكم انتوا. بصراحه انا فنان في طريقه العرض، ربنا ما يحرمني منك يا رب. انتوا اللي فنانين والله، لولا ذوقكم انتوا ومحبتكم للذهب وللشغل ما كنتش اعرف اشتغل بجد. كلامكم ده هو اللي بيخليني عارف اشتغل. قولي لي الطقم ده 50 جرام، الطقم ده كويس يعني احنا قاعدين مختلفين فيه عاملين منه عينات. انا همسك الخاتم بتاعه اهو، الطقم ده عباره عن ورقه شجر اهو بالتقسيم ده. استاذ جورج الناس هتقول رايها لما يوصل اللايف في الخاتم دوت والطقم ده. الطقم ده 50 جرام ل 55 جرام بتقسيم الالوان ده، هل هو حلو ولا لا؟ ودي ورقه شجر بس بقيه الطقم تحس ان هو خريطه العالم، اهي دي الخريطه بتاعت العالم كله اهي. شايفه فاكره الخريطه بتاعت العالم، قاره افريقيا اللي تحت دي فاكرها لما كنا بناخدها في الجغرافيا واحنا في اعدادي، هي دي. عملوها بقى بالثلاث الوان، عارفين الثلاث الوان ايه؟ اهو هنا عندنا ادي لون الاحمر كويس مع الازرق، ورحنا داخلين على الاخضر معاه الابيض. شايفه؟ وبعد كده رحنا عاملين الازرق دوت بدرجتين، درجه فاتحه ودرجه غامقه. كحلي ركز شويه يا احمد على الصوره لو سمحت، اغير المصورات دي لو مش عاجبينكم قولوا لي. اهو شايفين ازرق غامق مع ايوان مع ابيض. يا جماعه عاوز رايكم في الطقم ده لو سمحتوا، رايكم في اللطقم دي بعد اذنكم، الثلاث لطقم دول عاوز رايكم. اشرب شويه ميه واكمل معاكم. ناس متابعينك عم سامح من فرنسا ومن امريكا ومن الامارات، فما شاء الله والله يا حبايبي، وانا مش عارف اقول لهم ايه، عاوزينك تفتح في وقف كل انحاء العالم بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم مساعدتكم. استاذ جورجي انت وخواجه ممدوح كل خير يا سامح. احنا وصلنا للمستوى ده يا جماعه، مش انا يا جماعه، انا ما عملتش حاجه والله، انا بتكلم بس اللي بيعملوا هم. لا انت متوجه برك حاج سامح، البركه فين؟ لا انتوا رهبان الصناعه في مصر. الناس دي ما بتتنقلش من المصانع والله يا جماعه، والله بتروح بيتها على النوم، يعني بيقولوا لي البيوت عندنا فنادق بس، بيروحوا بيتهم على النوم ويحلموا بالشغل وهم نايمين، يصحوا الصبح ينفذوا لنا. ماشي بفضل توجيهاتك. ربنا يبارك فيك. والله والله الشغل جميل جدا، انا مش عارف اتكلم عليه واقول ايه. احمد بعد اذنك عاوز اتكلم على الطقم الفرزاتشي. بص حضرتك الطقم الفرزاتشي دي احنا عملنا منه في المعرض بتاع جوهرجية مصر 2020، عملنا منه طقمين ثلاثة أربعة. مش عاوز أقول لكم إن بعد المعرض اتخطفوا وبقى الناس زعلانة مني قوي. النهاردة
الناس عملوا لنا منه الطقم ده هو مش خفيف ومش تقيل 113 جرام بس انت ممكن تاخدي الكوليه بصي الكوليه عامل ازاي كويس وعملنا منه الخفيف كمان بصي ده عامل ازاي بصي نفس النمر ماسك الحلقه اللي مربوط فيها الفرزاتشي وظهر التعليقه نفسها بصي ظهر التعليقه عامل ازاي ظهر التعليقه كله شغل كله شغل ما في يعني بصي مش هيقول لك اصل ده جوه مش هيبان لا ما عندوش الكلام ده دي قطعه مجوهرات انت بتقتنيها ليكي ولاولادك بعد كده واحفادك هيقولوا لك يا ماما هو الحاجات دي كنت بتجيبيها منين تقول لها بعدين الحاجات دي ما فيش منها ما بيبيعوهاش دي مجوهرات تتوارثها الاجيال هنحافظ عليها لينا ولاولادنا بجد وخلي بالك هم الناس بيعملوا قطع مجوهرات وما بيعملوش كميات يعني ما فيش حاجه بقى رجعنا تاني للشغل بتاع زمان عارفه زمان كان يقولك ايه اصل انا عندي السايغ بتاعي هديله التصميم يعمله لي انت دلوقتي معايا في كده في كده في قطع دي ما فيش منها غير 7 8 قطع في مصر بس لما تاخدي واحده يبقى انت من ضمن 7 8 لابسين حاجه مش موجوده يا فندم دي مش موجوده بجد بجد مش كلام يعني ولا حد هيعرف يعمل كده الشغل ده نص النهارده هاند ميد خلي بالك نص الشغل ده التركيب ده هاند ميد وهوريكي المركبات قاعد يركب ازاي فص فص ويبيت له مكانه ويعمل له بصوره لا تتخيليها من التعب ايه رايكم يا جماعه في اللطقم الفرزاتشي دي بجد ايه رايكم فيها طيب انا هطلع لمده دقيقتين وارجع لكم تاني اكمل بتقسيم تاني جديد خالص هنوقف اللايف يا جماعه لمده دقيقتين اتنين وهرجع اكمل تاني معاكم